ارباع المرأة من عيون بيروت، ارباع النون اللي بيتحدث عن كل اهتماماتكم للنساء، شو بحبوا شو ما بحبوا. كنا قبل الفاصل الاعلاني عم نعرف خطوط المكياج، اما هلا بدنا نعرف خطوط وتسريحات لعام 2015 مع مزين شعر خاض العالميه، وهو كان المزين اللبناني بمس يونيفرس او ملكه جمال الكون 2014. هالمزين اللبناني اللي طمح الى العالميه ووصل الى العالميه من ما إلى بيروت، حديثنا لليوم رح يكون مع المزين ميغو أيفازيان. أهلا وسهلا فيك ميغو أيفازيان. لو كان زميلتي تمار هون كانت دغري قالت لك اسمك صحيح أرمن بين بعضكم، بس نحن شوي بتعرف منغلط بالتهجئة شوي. منا مشكلة. البداية مثل ما عرفت عليك ميغو، كان في لك مشاركة بملكة جمال الكون، خبرنا عن هالمشاركة، خبرنا عن هالحفل الضخم بالعالم اللي بيكون. أول شيء بدي بلش بدي أقول بونسوار لكل المشاهدين وفيك ديانا. هي كمشاركة أنا مش أول مشاركة لإلي، هيدي تاني مشاركة لإلي. سنة الماضي كانت الأولى بموسكو، هالسنة كمان رجعنا هنا لنكون بميامي. مثل كل شخص يعني كل مزين بحب شغله بيطمح للأكثر، طموحه أنه يوصل لهالعالمية، ثابت انه في نحن عندنا سبونسر، كانوا سبونسر بميس يونيفرس وهن عندهم بارت بلبنان، هو تشي لبنان وفاروق سيستمز عالميا. تم اختياري وكثير انبسطت انا انه او سنه الماضي صار في مثل بعتنا السي في نحن شو شاغلين وشو البروفايل تبعنا، على هالاساس شافوا الصور كمان على هالاساس نقونا، بس هالسنه ما كان في كثير صعوبه. سو كانت كثير اكسبيرينس حلوه وانا كثير فخور انه عم مثل بلدي وكثير مبسوط ونحن فخورين فيك كمان ميغو انك عم بتمثل لبنان بملكه جمال الكون. يعني بتعرف المزينين اللبنانيين معروفين بشهرتهم ومعروفين قد ايه فعلا نحن شاطرين بكل شيء، خاصه المزين اللبناني. بدي اعرف كان في معك مزينين غير لبنانيين هونيك، قد ايه انت طغت شهرتك بشغلك يعني عليهم؟ نحن لقلك شغله بس خليني اوضح، نحن كنا ثلاث اشخاص من لبنان. قد ما سنه الماضي كانوا مبسوطين من شغل اللبناني، سنه طلبوا كلهم لبنانيين. لا نحن كنا 15 كوافير هونيك من كل دول العالم، كان في من باريس، من مكسيكو، من امريكا، ايطاليا، روس، يعني كان في ثلاث لبنانيين، يعني انا معي كان في شخصين لبناني كمان. هونيك نحن خلينا لهم انطباع كثير حلو. يعني شغلنا نحن كان مميز جدا، حتى بعدين اجى الفيدباك بعثونا ميل وشكرونا وكثير انبسطوا، هنونا بتيم لبنان وقالوا انه نحن كثير من هالبلد صغير كل هالشغل الكبير. يعني نحن هلا كمان عم نشوف مباشره الصور على الهواء، وهون عم نشوف مس لبنان سالي. مس لبنان سالي موجه لها تحيه اكيد. هون عم تشتغل انت شخصيا؟ مزبوط. يعني التسريحات كيف كانت هون؟ بس بدي اقول لك شغله، هون نحن عم نشوف بالبول اريا. يعني نحن هون ببول اريا في كذا اريا، هيدا هونيك مسميين عندك كذا شوتينج، كل واحد بيكون مقسم. نحن هون ببول اريا فضيل شوت اسمه، فضيل بريشة هو أهم فوتوغرافر بالعالم، هو بيصور أهم مشاهير بهوليوود، هيدا الشوت باسمه هو كان عم بيصور. نحن عم نظبط الميسات على الستيل اللي هو طالبهم، ستيل الديرتي الوايلد والبيج هير بيسموه هونيك. مبين هون خاصة مس أستراليا، مس أستراليا على ما أظن كيف عمل لها الوايلد لوك شقر، وبيلبق لها يمكن كمان شقرة وايلد لوك. على فكرة هل هيدا اللوك على ميس أستراليا وقت عملت لها اياها صاروا الميسات يوقفوا بالدور كلهم جايين بدهم نفسه. يعني ميس يو اس اي انا ما كنت شاغلها ابدا، هيدا كان تقريبا بخامس نهار ما كنت شاغلها، ميس يو اس اي ركضت علي عم تعبطني من وقت بليز اعمل لي هيدا اللوك، اشتغل لي هيدا اللوك. الله يخليك تشفع فيه واشتغل لي. هون عم نشوف سلفادور على ما اظن، هيدا كمان شغلك؟ مزبوط. هون شينيون صغير عملنا لها اياه على جنب، هيدا كان في عندهم شوتينج فور كوكينج، يعني بدي يروحوا اهم طباخ بالعالم بده يلتقوا معه، وكانوا بده يلتقوا مع انا برايي اذا هيك وحده بدها تروح عند الطباخ لتطبخ بشينيو ما في اجمل منها، في احلى منها.
هون كمان عم نرجع نشوف اللوك تبع ميس استراليا. هيدي مين معها؟ هيدي ميس يو اس اي. اوكي ميس يو اس اي مزبوط. اذا بدنا هيك ترجع تتذكر ميغو مين. نعم. من الصبايا اكثر شيء اشتغلت معه وانبسطت بالشغل بشعره او هيك بتكون هاديه تحت ايدك ما بتنق كثير؟ ليك اجمالا كلهم ما بينقوا، يعني نحن بنكون اخذين انطباع غير، يعني انت بتقولي اوه هيدا ميس هيدا الدوله يمكن تعمل مش صح. ابدا بيجوا بيقعدوا وبيشكروك، يعني بيصيروا يعملوا لك شو بدي اقول لك احترام بشكل مش طبيعي، بيعرفوا قيمتك انت ارتست، يعني بالاخر هن بيطلعوا فيك بارتست، يعني من اول ما توصلي على الست لا تفلي لاخر النهار هن انت ارتست بالنسبه لهم مش حلا، يعني في فرق كتير بيناتهم. سو كرمال هيك بتنبسطي بالشغل هونيك، بتحسي حالك عن جد بروفيشنال، عن جد يعني كل التعب اللي عم تتعبيه عم بتلاقي بالمقابل نتيجه. بسموك راسهم هن ومرتاحين وبلا تردد، وما بعرف في اختلاف يمكن بين الامراه الاجنبيه والتعامل معها والامراه العربيه؟ في اختلاف شغله بسيطه، لانه نحن ليك بلبنان خصوصا النساء اللبنانيات يعني منن كلوزد، يعني بيعرفوا كل شيء، بيسافروا بيروحوا يعني. بيجوا بيفتشوا بيفوتوا على الانترنت على الديزاينرز على اللوكات الجداد وهيك بيعرفوا كل شيء. هن لا هن اكتريه الوقت، يعني تخيلي انا في ميس فرجتني انه هي شو كانت تشتغل وكيف طلعت ميس، بعتقد ميس بانام او ما عم بتذكر اي تكون تما كون غلطت، بس فرجتني شو عم تشتغل، عم تشتغل محل دوليب. تخيلي حلو، بس تعرف حلو هالتناقض، تخيلي يعني قال كان عندها حلم توصل ميس وهي حلوه وهي حلوه وربحت، يعني ليكي كيف كانت وما عندها انه يي انا كنت هيك وصرت هيك ابدا. هلا بدي منك جواب صريح وحقيقي وبلا دبلوماسيه. يلا. بيناتنا قديت وصيت بمس لبنان بالتسريحه؟ يا ويلي ما كان بدي يعني الا الدم ما بحن، غير شيء صدقيني بلشوا يغاروا، يعني مش بس الميسات صاروا المزينين لك يا عمي شو عم تقول. هلا هن شو مثلا بيعرفوا لاتن، في كثير مزينين بيعرفوا لاتن، اكثريتهم بالجروب تشي بيعرفوا لاتن. اوكي مثلا تيجي كولومبيه فنزويليه يلا يبلشوا لاتن هن. قلت لها تعي يا سالي عادي هون جبنا الشباب، سالي بدي طلعك ملكه عادي هون وجبنا الشباب، يعني كلنا سوا جمعنا نشوف هالصوره كمان سوا لسالي، جمعنا حولها يعني اعطيناها بوش كثير وهي كانت مبسوطه فينا كثير، وبلشنا بالعربي جمعوا كلهم سوا بدو يعرفوا شو عم نحكي وعملنا بلبله حلوه، يعني كل العالم هيك اجوا انه شو عم تعملوا شو عم تحكوا. لو كانت كمان سالي ارمنيه عربي وارمني كانت كسرت الدنيا. هيدي ميس انديا هون. أوكي. بس بدي انا كثير كان عجبني اللوك، انا استنظرت انه تعمل شيء بس ما بعرف ما لا حلو اللوك تبعها، هي كثير حلوه البنت. كان هون عم نشوف برازيل رشا رشا، مع انه رشا عاده معودين عليهم شقر، هالمره مسودينا اخدينا، قالوا بالاشقر مش عم بيطلع شيء بنبعت وحده سوداء يمكن. هلا صار في رواج للسمره اكثر بالعالم اكثر من الشقر. هون لكينا خلصنا من الصور ميغو، قلت لي توصيت بمس لبنان كثير، كان في مس ارمينيا لنشوف اذا توصيت فيها؟ ارمينيا ما كان في، كان في مس ايجيبت كمان توصينا فيها. حلو. لارا دباني يمكن. مس ايجيبت كمان بالعربي وهيدا، كانت اصلا هي كثير اصحاب كانت هي وسالي كانوا عم بيضلوا مع بعض. الميسات كلهم ليك كثير مهضومين، على فكره الميس اللي ربحت ميس كولومبيا اللي طلعت هي ميس يونيفرس باولينا حلوة، أنا شفت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني عندها عيون حلوين تم منخار، عندها كاريزما البنت، كاريزما عندها كاريزما بشكل مش طبيعي، يعني هي وفاتي هيك بتلاحظي أنه في عندها كاريزما، كلهم ما فيك تقول كلهم ميسات بالآخر، كلهم حلوين وكلهم بس هي كان عندها هيك شيء كاريزماتيك، يعني حتى بتحسي بمشيتها بهيدا العالم عم بيطلعوا فيها. هي انا بقول يمكن هيدي نقطه الفرق اللي عملت صح، الكاريزما لها دور اساسي يمكن بالانتخاب ملكات الجمال. مزبوط. سبحان الله، يعني يا بتطلع على المسرح الواحد بيعمل هيك انه شيز بريث تيكينج، يعني قطعت له الانفاس او لا. اذا بدنا نشوف مثلا عالميا مثلا بين هالكوفرية اللي موجودين هنيك او مزينين الشعر او الارتست مثل ما انت سميتهم، بيجوا مثلا كانوا يقولوا لك انه الطرق اللي نحن بنستعملها بلبنان غير عنهم او لا؟ اذا بدنا نحكي عالميا شوي نعمل مقارنه. نعم. هلا انا هونيك ثابت صار معي هيك شغله صغيره، ميس بلجيكا اللي هي عندها جذور عربيه يعني اما جزائريه، كانت لابسه دراس شوي مسكر، طلبت مني اعمل لها رفعه، رفع لها.
قلت له اوكي. جيت انا جبت اكيد مثل ستيلنا نحن على الحشوه وبلشت صح اشتغل له. مزينين كلهم تجمعوا بلشوا زقيف اول شيء، بعدين تعرفي شو في سبورت يعني مزينين مش مثلا يي لا هيدا لا لا، عندهم بتعرف ليه عم بيتجمعوا بسألك حواليك هالسؤال؟ لأنه بيحبوا فعلا شغلك. نحن بس نسافر على أوروبا بيسألونا مين عامل لك لون شعرك، مين قصص لك، مين مظبوط بيعمل لك، يعني بتحسهم إنه هن كأوروبيين أو أمريكان بيحبوا يعني مظبوط، الستيل تبعنا. كتير بيحبوا الستيل تبعنا لانه نحن عنا ليك نحن بناخذ اوكي من اوروبا، بناخذ من هوليوود مثلا ستايل معين بنزيد عليه، بحياته ما اجى شيء لعنا الموضه وتطبق مثل ما هو لبناني بحياته. بحياته ما ولا مره اجت شغله او مثلا جبنا شيء جديد من برا ونحن ما غيرنا فيه وحطينا وزدنا له ونقصنا، يعني على طول عندنا نحن التاتش تبعنا اللبناني. اللبناني بعدين ليكي ما تنسي نحن عندنا اوكي عندنا الشرقي بس كثير بنتابع الغرب، يعني عندنا ندمج بين الاثنين، صحيح ما عندنا بس مثلا يا فاشن يا كلاسيك، لا عندنا اثنينات. هيدي الشغله اللي بحبوها فيها، حتى كثير انبسطوا، حتى هونيك بلشوا يقولوا للمسؤولين يا ريت بيجوا الشباب من لبنان يعملوا لنا دورة هون، يعملوا لنا ستايل جديد هيك. يلا هيدا بزنس جديد يمكن هيك تفكر إن تفتح. شاء الله خير، إن شاء الله خير. ميجو إذا بدنا نحكي عن نوعية الشعر مثلا اللبنانية العربية، بتعرف شعرنا أسمك كثيف أكثر، بيحمل يمكن نوعية ألوان معينة أكثر عن الشعر الأوروبي، مظبوط في فرق بنوعية الشعر وبالتسريحات لكل ونوعية الشغل وطريقة الشغل؟ مظبوط. ليكي الاوروبا اذا حكينا مثلا اكثر شيء الاسكندنافيان، يعني كل شيء نوروي سويدش وهيك، هول شعراتهم كثير ناعمين صح بيعركش، بس البقوه كلهم يعني قريب على ليكي نحن قبل بلبنان وانا عم تحكي لاتن امريكا قريبين علينا قريبين علينا، وافريكا كثير اكثر منا بكثير، وكله اكستنشنز يعني في مطارح نحن اشتغلنا، يعني كنا عم نشتغل بغشوا بحطوا اكستنشن كله اكستنشنز، ما فيش ما في ما تصدق ما بتقطع، يعني انا استغربت سالي الوحيده اللي بلا اكستنشن قطعت. والله برافو يا سالي، يعني شعرك يعني طبيعي انا 100%. قلت لها انا بهنيك، يعني بلبنان ما في، يعني ما في بلبنان عايشين يعني على اهم اهم المي يمكن الاكستنشن عندهم. قلت معقول ما عرفت كيف يعني ليكي لوين، بس في شغله كثير اساسيه لازم نعرفها بافريقيا، عندهم ستيل اكستنشن بيعملوه ببلشوه من الرسيم من فوق يعني، وما بتقشعي انه اكستنشن شيء غريب. هيدا يعني هيدا اذا واحد لبناني تعلمه يمكن بيعمل ملايين دولارات هون، لانه سيستم كثير صعب والشعر كثير صعب. يعني عم اقول لك ما لقينا كثير فرق، يعني نحن متعودين على كل شيء، يعني الكوافير اليوم بالاخر يعني اذا بده يوصل لهيك مطرح لازم يعرف يشتغل بكل ال صح. نحن بدنا نهنيك مرة تانية ميجو ونقول لك يعطيك ألف عافية وميرسي إنك أنت هيك عليت لنا اسمك بالعالي كلبنانيين خارج لبنان بميامي. رح نتوقف مع فاصل إعلاني بنرجع بنتابع حديثنا، وهالمرة حيكون تطبيق أكثر مع سينتيا، رح نشوف الشغل عليها. إذن فاصل ونتابع. متابعين بحديثنا عن تسريحات الشعر لعام 2015 مع مزين الشعر ميغو ايفازيان. اهلا وسهلا فيك ميغو مجددا، يعني نرجع نتابع حديثنا. اذا بدنا نحكي هيك بالاجمال موضة تسريحات 2015 شو دارج لهالسنه؟ ديانا عندنا كذا، هلا عندنا السبرينج، هلا بلشنا بالسبرينج سامر، يعني عم نحضر كوليكسيون سبرينج سامر. اذا حكينا كالوان بتعرفي بالسمر على طول يعني بنرجع على الالوان الفاتحه، على الميال، على الساندري، كل شيء الوان ضارب على الرمله، الوان الباستيل، الكويفري كثير دارج. بعدين جاي هالسنه الباج، البلاتين الباج، يعني كان عندنا بلاتين سيلفر وكان عندنا بلاتين دوري، هلا صار في عندنا بلاتين باج اللي هو البيرل اللولو، الوان اللولو كثير دارجين السنه. لمين بيلبقوا هالالوان برايك؟ هول ليكي هلا بالصيفيه ليه بنعتمدهم؟ يعني ما في وجه ما بيلبق له، لانه كل العالم بالصيفيه بتاخذ تان، بتسمر وبتاخذ تان، مجرد ما الوجه صار له تان يعني صار برونزي، هول الالوان دغري بياخذوا عليهم، دغري بتاخذ على الوجه. بس اذا وحده كانت اوريدي سمرة كثير وسمرت زياده بيلبق لها كمان الفواتح؟ السمر بيلبق، بس نحن لازم نلعب نحن لازم نلعب بالتوناليتي تبع البيرل. اوكي عندي ثلاث الوان بالبيرل اللي هو لل
كذا الوان وجه، يعني مثلا اذا وحده وجهها على سمر فينا نخفف لها مثلا من فوق، نفوت لها ستيل السومبر مش الأومبري اوكي الساده، نرجع نفتح لها شوي هيك من تحت ليعطيها التفتيح على ميله الوجه. يعني فينا نحن نلعب بالديجراداسيون تبع الشعر ليعطي لون للوجه. بدنا نرحب فيك سينتيا، بونسوار، كيفك؟ سافا. بدنا من ندعيك ميجو انه نبلش هيك نشتغل شوي، شو رح تعملنا هلا اليوم؟ اول شيء خلينا نحكي عن اللوك تبع سينتيا، هيدا الموجود قدامنا. شو هو هيدا؟ عادي برشينج؟ عادي ويفي ناتورال. هلا انا سينتيا حضرت لها هيك شغله صغيره قبل ما نفوت لهون، انه سينتيا اسم الله شعرها عابي كثير، بس لون شعرها كمان كثير حلو. ايه لون شعرها نحن شاغلين ل اومبري، مزبوط، مع انه مفتح لها شوي من تحت، ومن تحت شوي افتح شوي صغيره. بعدين بدي اقول لك شغله، اليوم نحن بدنا نشتغل لوك هيك رفعه مهضومه كثير ناتورال. أوكي. كل العالم في بتعملها هيدي، فينا نعملها كذا اوكازيون، مثلا اذا عندها سهره، اذا عندها عرس، او اذا هي بدها تتجوز بتحب اللوك الناتورال والتان تبعها والفستان تبعها كثير ناتورال، فيها تعمله شيء مهضوم سريع وحلو. يلا ندعيك على الشغل، ما حنريحك كثير. اوكي. بس بتعرف حلو لون شعرها، انه كيف نبلش هيك شوي، يعني مثل هيك فاتح شوي، كانه شو بيسموه هذا الفوق الاغمق اللون؟ هون ساندري. 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 اوكي، واللي تحت صرنا اشقر. ساندري ناتورال عندنا نحن هون. ساندري ناتورال بفوت معه مثلا البيج، هذا البيج الوسط البيبي بلوند بيقولوا له، ومن تحت شوي صغيره على دوري اعطينا بس تنعطي لون لوجهها لسينتيا. حلو، وهي بالبق لعيونها ملونين، ف تحس انه هالالوان الثلاثه المزج لك اياهم لابقين لوجهك. شعرها عبي ايه سينتيا؟ اسم الله عليها، اسم الله، ما نصيبك بالعين. عبيوي عبيوي سينتيا عبيوي. طيب اذا الوحده بدها تهتم بشعرها ميجو، نعم، شو الطرق يعني هيك اذا عبالها يكون عندها شعر عبي؟ هلا تما نكذب على بعض، يعني ديانا انا ما بحب حكي، يعني بالاخر ما في شيء ما في شيء بيعبي الشعر، بس فيك انت تاخذي وقايه مثلا قبل ما الشعر، اذا بتحسي مثلا شعراتك عم ببلشوا يخفوا، او عم حاسه انه الشعر عم بتبلش عم بهر كمان، عم بهر او شيء، سو هون نحن فينا ناخذ وقايه لها. شو انه مثلا نحط في امبوليت، في امبوليت، في امبوليت معينه، في الباور بلس اللي هي بتجي شامبوان كونديشنر لوسيون، هيدا اذا بتستعمليه هيدا بيعطيكي جارانتي، يعني جارانتي 100% حتى بقلب هيدا البروشور تبعه مكتوب انه ماني باك، ماني باك، هيدا ميد ان يو اس، انه بنرد لكم مصرياتكم اذا ما كان عندكم، اذا ما استفدتوا منه. معنا مباشره على الهواء اتصال من نادين. مرحبا نادين. بونجورين. الو. ميرسي كلك ذوق، عم بسمع صوتك كثير ضعيف نادين. اوكي هلا منيح. ايه هلا افضل. بليز بدي اسال سؤال. ايه اكيد تفضل. اذا ما اذا حدا شعره كثير اسود، اوكي، شعر الاوريجينال مش مصبوغ اسود يعني، وجه ابيض وعيون ملونين كمان اوريجينال، هلا هو ما حدا يغير لون شعره يعني يفتح الشعر الاسود، وان جنرال شو رايه بالشعر الاسود؟ يعني ما حدا يفتحه اذا كمان شعر الاسود بحسه انه قوي على الوجه او مقبول او شو. اوكي رح نوصل ماشي. له لكن سؤالك لميجو، شكرا على اتصالك. شعرها ناتورال اسود اسود، وجهها ابيض وعيونها ملونين، وناتورال عيونها ملونين. انا سمعت السؤال ليكي عم اقول لك، يعني اذا لبق بدك بالاخر بدك تشوف الشخص، بس اذا لبق انا عاده بشوف اذا الشعر غامق مع اللون العيون فاتح وهيك بيلبقوا كثير مع بعض، بيعطوا لوك سبيسيال يعني. صح. يعني نحن بنتذكر كل العالم مثلا كانوا يصبغوا اسود ويحطوا لانتي بس تيبينوا انه واو كان ترند فتره وهيك. لا انا برايي انه اذا شعرها ناتورال وما عندها ابيض ومش لازم يعني مش مضطره، يعني ما مضطره تصبغ، لا خليها اكيد من اجمل الوان الشعر يعني.
الاسود وخاصة حلو ولمعته غير على وجهه وعلى لون عيونه، مش انه منه لابق. بتعرف تحدثت هلا ميجو عن الترند، نعم. شو بيكون دارج شو ما بيكون دارج. اجى فتره مثل ما ذكرت درج الشعر الاسود كثير، صار كل العالم بدهم على ستيل الفنانه هيفا وهبي. هيفا وهبي هلا عم نشوف كثير دارج اللون القاش الساندري الشقار على ستيل الفنانه مايا دياب. شو الوضع يعني، شو عم ينطلب منك بالصالون اكثر شيء؟ ليك اجى فتره كثير انطلب كثير يعني، اجت فتره انه مايا دياب اول ما طلعت هالقاش وهيك عملت ترند كسرت الارض يعني. ليك عندنا هيفا ومايا بحس عاملين هيك ما بعرف تاتش هيك بنسوان لبنانيات يعني، بيتابعون يعني كيف بيتابعوا نجوم هوليوود مثلهم بيتابعوا الفنانه نوال الزغبي كمان. ايه نوال الزغبي هي ترند من زمان يعني، انا بقول اولهم نوال الزغبي وما زالت وبتبقى. نوال الزغبي على طول عندها. بعدين ما ننسى نوال الزغبي قد ما كبرت جوهرت يعني، بيقولوا بتحسيها وجهها كثير الجديده اللي عملتها وهالشقار اللي عملته. هي جريئه نوال من زمان جريئه. بعدين ما تنسي نوال طول عمرها كثير تيليجينيك وفوتوجينيك يعني بذات الوقت يعني، كيف ما تطلع حلوه العالم بتحب هول القصص ومهضومين يعني حلوين. انا مع ليش لا يعني، مطرح ما نتابع. تيجي مثلا سيدات حاملين لك صوره عن فنانات اجنبيات لنقول انه بدنا هالتسريحه بدنا هاللون الشعر اخر فتره كثير قبل ما كان في يعني، بعد ما بلش ليك كثير بيجوا تايرا بانكس بيونسي جينيفر لوبيز اخر مده كمان كان في كثير عم بيجوا مثلا مين كمان جينيفر انستن كانوا يجوا اللي بده ناتورال البلوند الناتورال كانوا يجوا جيلو كمان جينيفر جي لوبيز كتير. بتخيل بالتسريحات تبعها هالربط الشعر كثير بيجوا متى مزينين شعر بيقولوا لك متى بيقولوا انه خلينا نعمل لها تسريحه الجيلو يلي هي بتكون كثير طبس على الراس فرق على النص او على الجنب. مزبوط. جيلو لمين بيلبقوا هالتسريحات؟ ليكي بده يكون اول شيء عم بقول لك يعني للوجه اللي عم ينشغل عليه لازم يكون اول شيء شوي مايل على طويل يعني يكون الدقن يكون شوي عندها دقن المره. هول القصص لانه هول بيقصروا من الوجه كل شيء مطبس بيقصر من حجم الوجه وبيدوروا زياده يعني. فينا نعتبر الوجه الاوفال او الراوند او ولا واحد الاوفال اوفال او الكاريه. الكاريه ليكي بدي لك شغله، في وجه الكاريه بالكوافير خصوصا وجه الكاريه كل شيء بيلبق له يعني، شو ما حطت لونات بيلبق لها، شو ما عملت ميك اب بيلبق لها، شو ما عملت شعر بيلبق لها، حطت غره شالت غره كله بيلبق. حطت غره هلا صرنا بنركب كمان الغره كله بيتركب صار كله تركي كله تركي اوكي. فهيدا الستيل الجيلو لكينا بيلبق للبنت اللي عندها دقن شوي. مزبوط. اوكي لانه انا شخصيا كثير بحب لها ستيل شعرها، فاوقاتها بقول بدي اعمل هيدا ستيل بس ما بعرف اذا بيلبق لي او لا. يلا شي نهار بتشرفينا هون. حطيت بعد هلا شو عم تعمل من جوا؟ انا عم بشتغل من ورا شيء كثير ناتورال كثير كوكات لانه انا ما قادره اشوفك كثير. مزبوط. اذا بدنا نشوف قد ايه بعدها درج الغره بما انه هلا ذكرتها ميجو بعدها يعني هيك يا حلاق قص لي غره او ليكي تعرفي شو رجعت اخر فتره يعني اخر فتره رجعت درجت يعني فترة تقلي كمان شيت أربعة أشهر آخر الصيفية رجعت درجت. نحكي الفرانش اللي هيك مثل ميراي ماتيو. مزبوط. أوكي. بعدين إجا فترة بالصيفية إذا بتتذكروا يعني تقريبا أب أيلول يعني درج كتير ستايل شعر أودري. أودري هابورن. أودري هابورن. كل العالم صاروا بدهم هيدي الستيل الرفعة مثلا إذا عندها عرس أو شيء بدها هيدي الرفعة السرعة يعني انا كنت ماشيه منيح. قد ايه بتشوف موضه الستينات والخمسينات فعلا عم ترجع بتسريحات الشعر لانه شفناهم رجعوا بالتيب بالسكربينات بالتيب يعني عن جد عم نلبس خمسينات يعني فينا نعتبر او اربعينات حتى. ليك بدي اقول لك شغله ما في شيء هول بالاخر ريترو يعني هول بنسميه ريترو نحن هول ما بيموتوا مثل الاغاني كيف اغاني الفرنسويه وهول ما بيموتوا هول ريترو يعني بالاخر ما فينا ننسى هول القصص لانه هلا اذا بدك تاخذي هلا الموضه شو عم بينعمل كله عم بينعاد كل الموضه عم تنعاد
واو شعرك كثير فانكي لهلا مبين من كتير ورا ناتورال. يعني انا فكرت هيدي الرفعه الكلاسيك لا 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 معتدين عليها. فيري نايس. هيك رفعه تقريبا قد ايه بتاخذ معك وقت؟ يعني ربع ساعه ثلث ساعه حسب الشهر. هلا ما تشوفي سينتيا، سينتيا اسم الله عليها قلت لي شعرك كثيف. سينتيا منخبي نص شعرها على طول نحن وبنشتغل بالنص الثاني. حتى بدي اقول لك انه نحن قبل يومين انا خلصت الكولكشن تبعي بس بعد ما خلصوا الصور كانت جبتهم معي، بس الكولكشن عملنا كولكشن كثير 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 سرعه. بكره بس ننزلهم على الميديا وهيك العالم ان شاء الله تشوفها ويعجبها. ميجو هالتسريحه بتلبق مثلا تكون لعروس او تعتبرها شوي فانكي كثير للعروس؟ ليكي حسب التام تبعها، حسب هيدا. في كثير هلا اذا بتلاحظي الفساتين صاروا فلافي، ما بقى عم بحبوا الشاك وما بقى عم بحبوا العالم يعملوا مثلا كثير رويال. في منهم بحبوا يروحوا على الرويال وفي منهم ما بحبوا ابدا. هيدا حسب الشخص، بس اكيد انه بتلبق لتكون لعروس، ليش لا؟ وإذا وحدة شعرها مش كثيف قد سينتيا، لنفترض بدها تركب اكستنشنز وتعمل هالرفعة، فينا؟ ايه اكيد بيزبط، اكيد بيزبط. الاكستنشن اليوم حل لكل المواضيع يعني الاكستنشن. لا قصدي انه ما بده يقوك مثلا الكليبسات تبعهم انت عم تشتغل؟ ابدا ابدا. اوكي نحن بنركب لها اياهم وبنظبطهم كلهم سوا. بما انه عم نحكي عن الاكستنشنز، نعم. شو انواع الاكستنشن الموجودة اليوم بالسوق؟ ليكي هلا انا صار لي 3 سنين عم بشتغل بنوع اكستنشن في اعتبر حالي انا جبته، يعني لانه ما كان في بلبنان كله سوا. انا وقت بلشت ركب ما كان في منها بلبنان كله. اوكي اللي اسمها هلا مسمينا الكوكيز. الكوكيز هي نحن بنسميهم، هي اصولا ما اسمها كوكيز، بلبنان صارت اسمها كوكيز كيف ما بعرف، بس اسمها تيب. يعني انا وقت جبت معي من لندن الكوكيز ما بتحس كانه في شيء بالشعر ابدا. كيف يعني ما كانه شيء مركب بالشعر ابدا، ما بتحسي راس وحدة، يعني بتحسه ناتورال كأن شعر. ما بتحسي مزبوط. أنا وقت جبته من لندن بعد ما كان في منه هونيك بيسموه تيب. كيف بتم تركيبه هيدا الكوكيز؟ كتير هين، هو تلزيق، بس تلزيق نوع تلزيق كتير كتير قوي. ما بيفك أبدا، بيضلوا مضايع شهرين شهرين ونص على الراس، بعد شهرين بينفك بيرجع بيتركب. مثل ما بقولوا بينتف الشعرة بس ينفك؟ أبدا أبدا، لانه طلع كثير مثلا اللي كانوا يسمون كيراتين او روندال وهيك كانوا ياثروا شوي على الشعر. لكن اليوم ما في شيء بتحطيه على الشعر الا ما ياثر شوي، يعني كثير نورمال، يعني خلينا نكون واقعيين. بس انه التيب بعده هلا احسن شيء. التيب احسن شيء لهلا. وتكلفته قد ايه بتكون تقريبا؟ حسب نوعيه. بلبنان تعرف انت يعني اول ما يطلع شغله بيكون ما في، بيكون سعره شيء مثلا بعد فتره بتشوفيه انه اوه كتر منه، صار في منه صيني حسب نوعيه. يعني عم اقول لك يعني اذا بدك تحس بحسب شعر، عم تحكي شعر طبيعي طبيعي 100% 100%، عم تحكي ببادجت يعني اذا بدك تعبي كل الراس تقريبا بال $600 $700. اوكي اللي هو بادجت يعني تركيب الاكستنشنات كلها تقريبا متساويه، الا اذا واحد بده ياخذ الكليبسات يعني هيدي فك وتركيب فك وتركيب عادي. ليكي في كثير ناس ما بيتحملوا شيء على راسهم او جوزهم ما بيتحمل، يعني حسب. لكن التيب بترفع بتنفع هيدي. اوقات مثلا بتيجي زبونه ما بحس في شيء بالراس، اوقات مثلا بتيجي زبونه جوزي ما حبه، لك يا مدام ما انت مركبتيهم شو لجوزك؟ قلت لا ما انا هو بهم. ايه طيب تكرم عيني، ثاني مره جيبي جوزك معك اعملي معك. قبل ما تركبي بتدفع $700 $600 $700 دعانهم يعني. طيب هول التيب لنفترض على حماوه استشوار، اذا وحده بتعمل كثير براشنج بصيروا يفكفكوا او بيحملوا؟ لا لا عادي، الاستشوار ما بيأثر عليهم، الحماوه ما بتأثر عليهم ابدا، هن ما بيفكوا على الحماوه. وفينا نغسل شعرنا عادي؟ بتغسلي عادي 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 جدا، عادي عادي نورمال، نورمال. يعني واحد ما هيك عم بسأل عنهم، انا بركي بركي مثلا طلع على بالي ركب. كادو لك. ميرسي ثانك يو. خليني اشوف اسم الله، عن جد فعلا شعرك كثيف جدا جدا، يعني بدنا ندق لك على الازاز هالمره مش على الخشب. هلا تقريبا قد ايه بياخذنا وقت لنخلصها؟ 5 دقائق خلصنا تقريبا.
ومن قدام كيف حتشتغل لها اياها؟ رفع لورا او لورا شوي هيك على الوجه؟ نازل على الوجه نازل. هلا انا ما في امراي قدامي مش عم شوف كيف عم يطلع. العمر بيأثر يمكن على طريقه التسريحه؟ اكيد. نحن منجرب قد ما فينا نشتغل جون، يعني اذا المره وحده مثلا تنقول ام العروس او قرايبين العروس مثلا كبار بالعمر، او بدنا نجرب قد ما فينا نشتغل لهم شي جون، يعني مش انه لانه كبيره تيجي تعملي لها شي نيو 1960 مثلا، لا اكيد بدنا نعمل لها شي نحن يمشي مع الترند، يمشي مع وجهها، يمشي مع لبسها، يمشي مع هي كلها سوا. اهم شيء تبين مره شيك، يعني بس أوكي. تفوت على العرس تبين انه كثير شيك. انا هيدا اهم. ايه ما بيأثر، لانه في اوقات مثلا في نساء كثير بيتصابوا لدرجه بتلاقي انه حتى التسريحه مش لابقت لها. مزبوط، لانه ليكي في منهم بيحبوا مثلا يتفزلكوا بستيلهم، وفي منهم بيحبوا كثير كلاسيك، يعني ما بدنا اثنيناتهم نحن علينا ننصحهم ونقول لهم انه اذا هيك عملنا هيك هيك بتصير مثلا، اذا عملنا هيك احسن، يعني نحن علينا انه الكوافير شغلته يعطيهم نصائح. شو اكثر شيء عم بينطلب للاعراس؟ بتعرف هلا ببدايه الصيفيه بيكتروا الاعراس، موسم اعراس العالم، خطبات، الستيل مثلا معقوله عم بينطلب كثير سامبل، مثلا نقول شعر ليس او شعر عادي ويفي ناتشورال؟ ليك اجت فتره مثلا سنتين لورا، اذا رحنا سنتين لورا كان كثير كنا عم نشتغل هيدا الستيل اللي عم بتقول عنه، الويفي الناتشورال مع ورده او هيك. هلا هالسنه في كتير شينيو، حتى بالغرب بلشوا يعتمدوا الشينيو، يعني بالغرب بلشوا يعتمدوا الشينيو وصاروا عم بيروحوا حتى الاعراس عم بيروحوا على الرفع ويعملوا ستيل يعني بالرفع. سو هون هالسنه باعتقادي انه شوي العالم بدها تروح على الارتستيك، حسب الفساتين اللي عم شوف كمان مع ديزاينرز اصحابي اللي عم بيعملوهم، عم شوف في كتير فلافي كمان. هلا عم نشوف في فلافي وفي كثير، بس في كرييشن كمان السنه، في كثير كرييشن، يعني انا شفت كذا مصممين، يعني ما بقى صرنا ستاندر هيدا هو. عرفتي كيف؟ تقريبا بعد معنا ثلاث دقائق هيك لنخلص التسريحه وحدثنا كله سوا. ميغو، مثل ما ذكرت انه دور الازياء العالميه كلها عم ترجع هيك لستيل الكوكات بالتياب. مظبوط. فقد ايه مثلا بدها تكون التسريحه والميك اب بيتناسب مع هالستيل التياب، خاصه عم تشوف التنانير الواسعه. للركبه او حتى لتحت مع الكرسي. مظبوط. يعني هيك الموضه كلها انقلبت. مظبوط، كلها سوا، كل الموضه. هلا اذا عم تشوفي حتى التسريحات عم نروح على الريترو كثير نحن، على الريترو ان كان بالفلت، يعني ما بقى تشوفي ويفي كثير، صرنا نشوف ريترو كثير، يعني صرنا نشوف هيدي الطعجه العريضه، الكسره العريضه لهيك. مظبوط، لاخر فتره كانوا مسمينه هوليوود ويف، بس هو ما بقى هولي، هو للاصول. صعب هيدا الريترو ينعمل؟ لا كثير هين. انا مشطت كذا تمشيطه هونيك هيك كثير عجبهم، حتى عملت وحده عليها. كيف بينعمل هيدا الريترو؟ كيف بينعمل على هو ستيل كمان بالفار؟ اوكي، بينعمل الكسره، بس بعدين انت بتعملي له بالمشط والمزبوط بتعطي التعجل، لانه في ناس بيشتغلوه على المشط، في ناس بيشتغلوه على الفار. نعم، هو على المشط هو الاضبط شيء، على المشط مزبوط بيطلع اكثر، بيطلع 100% يعني. ولكل الحابين يروحوا لعندك وين فيهم يقصدوك؟ انا فرع، انا بجديده دغري بوج السيتي مول، بوج الجيون يعني ما بضيع. صالوني في البنك سوسيتي جنرال. في شيء عندك على الانستغرام؟ عندي فيسبوك، اكيد كل شيء بولاند ميغو، فيسبوك وانستغرام نفس الاسم اكيد. اكيد، حتى الويب سايت يعني polandmego.net. قد ايه الفرق على النص مثلا بيعطي جان اكثر من الجنب؟ ليك الجنب حتى بيعطي جان، بس حسب جنب شو عم تشتغلي انت. اوكي، يعني في منهم يعني الجنب يعني الجنب بغش. عرفتي كيف؟ يعني في له طريقه. الجنب اوقات بتحس فعلا بصغر الوجه وحجم من الوجه بياكل، واوقاتها بيعطي عمر. مزبوط، هي هي، يعني اذا انشغل مزبوط الجنب ابدا ما بيكبر، بس النص على طول على طول الى هيك له ستيل معين. له ستيل معين بضاعف الوجه اكثر يمكن. مزبوط،
يعطي شيب للوجه يعني الوجه. بس كل النساء ممكن يلبق لها تسريحه اللي هي على النص او حسب؟ لا اكيد اذا وجهها كثير مبروم وعندها عندها غره على النص ابدا ما بيزبط ابدا ابدا ابدا. انا اليوم عملت لي رياضه نازله طالعه عم بشتغل. هذا شكلك ما بتعمل كثير رياضه ما هيك عم تتلبك فيها. وين هيدي مثل ستيبس عم نعمل لك ستيبس. عجبتني. لا لا منيحه منيحه. انتوا بشغلتكم الرياضه يعني ضمن المحل بتكون ركض على الزبونات؟ ركض على الزبونات ووقوف بس ما في حركه دايمه يعني هي اهم شيء الحركه. ما عندنا اياها. قد ايه اذا عندك لنفترض عروس او ايفنت معين جايين لعندك فيه مثلا بيكون في تعاون بينك وبين الميك اب ارتست؟ اكيد انا عندي الميك اب ارتست تقلى الشدياق اللي بشكرها كثير يعني بوجه لها تحيه بتركض ركض يعني تقلى من الناس اللي شو ما اطلب منها لو ساعة واحدة بالليل بدي إلا تعب بتجي يعني هالقد مخلصة للصالون. لبيك يا ميغو يعني. ايه ايه هالقد مخلصة للصالون وهي معروفة كتير يعني تقلا وبتشتغل كذا تي في كذا وجوه مشهورة وشغلة توب يعني مثل ما شايفين سينتيا مثل القمر وتقلا توب نكمل كله بالآخر الأكيب بيكمل بعضه. بس قصدي انه طريقة الميك اب لنفترض اذا بدها تكون ناعمة بتعمل تسريحة ناعمة بالمقابل اذا مقوية بتعمل تسريحة هيك وايلد اكثر؟ اكيد ما اول شيء نحن بنحكي مع الكلاينت يعني اللي عنا اللي بتجي اول شيء بنشوف شو لابسة بنشوف شو ستيلها شو بتحب شو بيلبق لها نتشاور انا وتقلع على هالاساس بنبلش الشغل يعني بحياته ما كان يلا تفضلي مدام وبلشنا لا ما في في حوار مع الزبونه في بدها تحس انه في شيء عن جد يعني بدها تحس انه جايه في جاي في اهتمام في عن جد في بروفيشنال عم بيشتغلوا لها مش انه في ناس انه عم بيشتغلوا لها حيلا هيدي مش بيسالون يعني نحن ما بنقبلها. ليك شو حلو طلع وبتعرف عملتها رفعه واطيه رفعه مش رفعه عاليه. نو نو نو. اي متى مثلا بتستعمل الرفعه الواطيه والرفعه العاليه؟ نعم اي متى لنقول اذا بدنا نعمل رفعه عاليه او رفعه واطيه؟ ايه حسب اذا الفستان مثلا ما كان عندها قبه وهي بدها شيء كثير ناتورال وبدها قبه هيك ومفتوح فينا ساعتها نشتغل على الواطيه نعطيها شوي كوكات وبيعطي ستيل اوروبي اكثر. عرفتي كيف؟ ايه حبيت لانه عادة بنشوف دائما الرفعة العالية بمجتمعاتنا أكثر من هالواطية. مزبوط. ريحة السبراي وصلت لعندي لهون. شفتي شو حلوة؟ هول السبرايات كله سبونسر هن بميس يونيفرس كانوا. أنا هون بس جايب معي اكسسوار هيك صغير مهضوم، بدي فرجي المشاهدين أنه بهيدي التسريحة عم بقول لك إذا حطينا لها وردة بيضة بتصير عروس. أوكي. إذا عندها ظهر إذا عملنا لها شيء هيك فانكي بتطلع وحدة غير بوند. أنا بس بدي فرجي المشاهدين شغلة. أعطيني إياها. من ورا حتحطها من قدام؟ من قدام. أوكي. يعني فعلا الأكسسوار بيلعب دور كثير أساسي كثير بالشعر وكثير أساسي. أكيد. وهلا عم بيكون كثير دارج اكسسوارات على الشعر وعلى الراس يعني حتى بتعرف درج الشابويات القديمه هول الصغيره بتشوفون الشابو الصغار شوي فيهم شبك بس ايه شابويات للميك اب فيرجنس شابويات الصغار الشبك ايه مزبوط هول هول كانوا يحطوهم قبل ايام الافلام السينما بهوليوود كانوا مزبوط. يتبعون ايه تحكي مارلين مورو تحكي بهالاجيال لك كيف حطيته انت مش لفوق كثير لا 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 ابدا حطيناه بطريقه كثير دارج ينحط هون على الجبين هلا كثير دارج هيدا الستيل حلو هذا ستيل يوناني شوي فينا نعتبره رومان رومان يعني فيك تقولي له بس اتس فيري نايس هذا الاكسسوار من وين جايبه؟ هيدا جايبه هيدا جايبه هيدا جايبه معي من باريس من باريس ايه كثير حلو بتعرف في كمان يستعمل بوندو يعني بنفس الوقت يعني فيها تستعمله فيها تستعمله بوندو هيك وفيها بس تستعمله انا هيك قصص مثلا ليك قديش هي حلوه وهيك شفتيها هلا هيدي الشغله هلا هيدي حطيها بوندو انت بتبين دم
اي مظبوط نحاس وما بعرف شو بوندو ما بت... يعني هيدي الستيل ليكي اذا بتطلع هلا انا عم شوفها هلا من قدام انه كيف طالعة حلو اذا بتلاحظي والتسريحه كثير حلوه عن جد يعني سوبرب يعني وهي مثل القمر اسم الله هي مثل القمر وانت ايديك اناملك سحريه وشغلك حلو بدنا نقول لك نعيمه فيك تسهر اليوم الليله سنتي او تروحي على شي عشاء او اوكازيون يعني تستفيدي من هالشعرات الحلوين وانا برايي انه تتركي عن جد فعلا هالاكسسوار كثير حلو لو بنهار لو بنهار فيك تظهري فيه Did you like it? I like it. الاكسسوار كثير عجبني بدي احطه شي نهار على الهواء لا والتسريحه كلها تفضل عود لريحك شوي حسيتك تعبت شوي لا عادي متعب ميغو هيك شوبت شوي زياده عن اللزوم اذا في كلينكس بسيطه يلا على كل نحن شرفنا على الانتهاء انتهت فقرتنا نصايحك سريعا لكل السيدات منك ميغو اهم شيء انه يهتموا بشعرهم ان الاهتمام بالشعر يعني بحياتها ما تفكر الزبون اذا الكوافير نصحها بشيء فكر انه جاي يبيعها في كثير فرق يعني لانه البرودكت اللي موجودين عند الكوافير اكيد الكوافير اذا هي عندها ثقه فيه وكل البرودكت اللي موجودين عند الكوافير هول البرودكت كلهم سبيسيال كوافير سان سلفيت سان بارابان يعني هول كثير مهمين هول ما بيخلوا يعني كل شيء شعر مصبوغ شعر تعبان بنشوف مثلا قشره او عم بهر الشعر هول ما بيخلوا انه الشعر تهر وكل ويحسن الشعر شكرا لك يعطيك الف عافيه جود لك بكل اعمالك وان شاء الله اكيد السنه الجايه تكون المزين كمان بمس يونيفرس واكيد يعني عيون بيروت هو بيتك الثاني يعطيك الف عافيه ميرسي كثير انا انبسطت فيكم بشكركم كثير انه عم بتضوا على هالموضوع هيدي شغله كثير مهمه انا على طول بحس انه بيتي ثانك يو لك مشاهدينا ضلكم عم بتتابعونا بعد الاعلان اكيد رح نكون مع الصحافي والاعلامي والملحن والكاتب والشاعر عبد الغني طليس بساعة على قلبك